مرة أخرى نتوقف في حديثنا من مصر أمام صفحة ناصعة من صفحات الإبداع الموسيقي المصري. مع الموسيقار الكبير الدكتور حسن شرارة. هتوقف طبعاً عند الوالد العظيم الموسيقار الكبير عطية شرارة. ماذا تقول عنه؟ عطية شرارة بيمثل الموسيقى ذات الهوية المصرية. هذه المقطوعات الموسيقية الخالصة، يعني هي مش مرتبطة بأغنية ولا بكلمات. هل إحنا بطلنا نألفها في مصر؟ زي ما بطلنا نلحن وزي ما بطلنا نألف كلمات، دلوقتي المسألة بقت تجارية خالص. في حديثنا من مصر نسأل عن التعليم الموسيقي، عن البعثات إلى الخارج، أين تذهب المواهب الشابة، والدور الذي تقوم به مؤسساتنا الثقافية في دعم الحياة الفنية. حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.